بحلب مدينتي. لسه عم صور. هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي. ما حدا منا كان عنده أي فكرة. دكتور حمزة، كيف رح تتغير حياتنا للأبد؟ حمزة، أنا حامل. سما، 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 عملت هالفيلم مشانك. بدي إياك تفهمي شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. أصو في ضرب كتير اليوم. سما، أنا بعرف إنك عم تفهمي شو عم بصير. بقدر شوف هالشي بعيونك. ما عم تبكي مثل أي طفل عادي. هذا الشيء اللي عم يحرق قلبي. يلا انا خلصت المشفى. انت جوا. سما، رح تسامحيني؟